من الجزائر العاصمة، أريد أحكي لكم عن تجربتي مع ماجيكال كلينيك. والله مستشفى يعني في المستوى، مام العمال اللي يشتغلوا فيه في المستوى. بعد ما اتصلت بالأخ محمد عبر الإنترنت وشرح لي كيف تكون العملية وكيف يكون العلاج وكيف يكون التداوي في ماجيكال كلينيك، هي باش أوضح الأمور، هي عيادة خاصة في الضعف الجنسي، وفهمني وشرح لي الوضعية. حضرت إلى تركيا في شهر جوان، واستقبلوني في المطار يعني ما شاء الله، من المطار إلى الفندق ومن الفندق إلى المشفى، ودرت العلاج اللازم والخدمة في المستشفى ما شاء الله، والخدمة في الفندق والناس اللي يتعاملوا عليهم في المستوى ما شاء الله، والخدمة يعني في تمام. وأنا أنصح كل إنسان يعاني من هذه المشاكل يتقدم، والشفاء من عند الله، وهما يعني صراحة ناس طيبين ويخدمونكم ويعالجوكم بإذن الله.